السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور أحمد محمد النحاس، مدرس واستشاري العلاج الطبيعي للأطفال بجامعة القاهرة، ومنتدب حاليا بجامعة حورس بدمياط الجديدة. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، هو testing the muscles of the trunk. طبعا عضلات الباك وعضلات الأبدومين من العضلات المهمة جدا للإنسان، سواء في الجيت، سواء في البوتشر، سواء حتى في الحالات المرضية المختلفة اللي ممكن نشوفها زي حالات الباك بين. فضروري جدا لأخصائي العلاج الطبيعي يكون عارف كويس الفانكشن بتاعت العضلات دي وازاي يعمل لها تيست. أهداف محاضرة النهاردة إن شاء الله، لازم تكون بعد نهاية المحاضرة إن شاء الله تقدر تعمل ديسكريبشن وأبليكيشن كويس جدا للترانك اكستنسورز، ترانك فليكسورز، ترانك روتيتورز. اول تيست هنتكلم عنه هو تيست اوف ترانك اكستنسورز. بدايه ناخد فكره بسيطه كده عن اسماء العضلات اللي هي بتعمل باك اكستنشن. طبعا عضلات الباك دي مجموعات من العضلات، مش مجموعه واحده، اربع مجموعات رئيسيه. اول مجموعه اللي هي الاريكتور سبايني جروب، دي الموست سوبرفيشال ودي مشهورة طبعا عشان هي سهل نعمل لها بالبيشن. تاني مجموعة اللي هي ترانسفيرسو سبايناليس جروب، المجموعة اللي بعد كده انتر سباينال انتر ترانسفيرسو جروب، المجموعة الرابعة او العضلة الرابعة اللي هي كوادريتاس لامبورا. ده بالنسبة للباك، مني بنتكلم على الثوراسيك ريجون واللامبر ريجون. الالكترو سبايني مكونة برضو من تلات مجموعات عضلية، أول كولوم اللي هو اليوكوستاليس سواء ثوراسيس أو لامبورم، تاني كولوم اللي هو لونجسمس ثوراسيس، والجزء الثالث اللي هو الموست ميديال اللي هو سبايناليس ثوراسيس. ترانسفيرسو سبايناليس جروب مكونة برضو من ثلاثة جروبس أو ثلاث عضلات، سيمي سبايناليس ثوراسيس والمالتي فيداي والروتيتورز سواء ثوراسيس أو لامبورم. المجموعتين الثالثة مكونة من two sub groups، الانتر سباينال جروب والانتر ترانسفيرس. عندنا انتر سباينالس سواء ثوراسيس او لامبورم، وانتر ترانسفيرزراي ثوراسيس ولامبورم. طبعا الكلاسيفيكيشن بتاع العضلات دي مرتبين من فوق لتحت، اللي فوق هو السوبرفيشال واللي تحت هو الموست ديب. طبعا في عضلات تانية ممكن تساعد في الباك اكستنشن زي اللاتيسمس دورساي، ضروري يكون الهيب اكستنسورز اقوياء عشان يثبتوا البلفس. ده شكل الاناتومي بتاع الاريكتور سبايني جروب، سواء اليوكوستاليس ثوراسيس اليوكوستاليس لامبورم، ده الموست لاترال بارت. بعد كده عندنا اللونجسمس ثوراسيس، ده انترميديات بارت. سبايناليس ده الموست ميديال بارت. هنبدأ نتكلم على الماسل تيست اوف ترانك اكستنشن. بداية جريد 4 و 5 بنقسمها للامبر اكستنشن وثوراسيك اكستنشن. لو اتكلمنا الأول عن اللامبر اكستنشن، جريد 4 و 5 بيبقى البيشنت نايم برون زي ما حضراتكم شايفين. الثيرابست بيبقى مثبت اللور ليمب اباف الانكل. في حالات الماسل تيست اوف ترانك عموما سواء اكستنشن او روتيشن او فليكشن، الثيرابيست مش هيعمل مانوال ريزيستنس. الريزيستنس هتبقى باي الابر ليمب، الابر ليمب بوزيشن. يبقى في جريد 5 زي ما حضراتكم شايفين البوزيشن اوف ابر ليمب، هيبقى الابر ليمب محطوط في بوزيشن بحيث الفينجر تيبس جاست تاتش السايد اوف ذا هيدز بالشكل ده. كان زمان بيقولوا ممكن في جريد 5 البيشنت يشبك صوابعه ويبقى ايده ورا راسه بيهايند الهيد، بس اتضح حديثا ان الوضع ده بيزود الستريس او السترين على السيرفايكال سباين، لان الوضع اللي فيه اكسسيف فليكشن ده وضع غير مرغوب فيه طبعا بالنسبه للسيرفايكال سباين. فحديثا احنا هنقول سواء في ترانك اكستنشن او ترانك فليكشن او ترانك روتيشن، جريد 5 جاست تاتش سايد اوف ذا هيد.
البيشنت هديله اوردر اسك البيشنت تو ريز الابر بودي او الابر ترانك، بحيث ات ليست لازم الامبليكس كلير السيرفيس او كلير التيبل. رينج اوف موشن بتاع اللامبر اكستنشن تقريبا 25 ديجريز زي ما قلنا لغايه ما الامبليكس بتعمل كليرنس للتيبل. طب ايه الفرق بين جريد 4 و5 في الوضع ده؟ هما الاثنين نفس البوزيشن، الفرق بيكون في الريسبونس او الاكشن اللي طالع من البيشنت. جريد 5 البيشنت بيطلع بسرعه وبيقدر يعمل هولد للاند بوزيشن بمنتهى السهوله، اما جريد 4 بيطلع ببطء او بصعوبه، ممكن يحصل له ييلدنج في الاند بوزيشن ما يقدرش يعمل هولد كويس. ضروري برضو ناكد ان في الوضع ده او التست ده السيرفست لازم يكون متاكد ان النيك اكستنسورز كويسين، لان هما لو مش كويسين لازم السيرفست تعمل سبورت للهيد اثناء التست ده. طيب في سبيشال كيس بالنسبه لللمبر اكستنشن، لو البيشنت ده عنده ويكنس في الجلوتياس ماكسيمس او مينلي الهيب اكستنسورز لازم الثيرابيست يغير مكان الاستابلايزيشن في الحاله دي ويثبت البلفس زي ما حضراتكم شايفين. بالنسبه للثوراسيك اكستنشن جريد 4 و5 الستارت بوزيشن بيغيره شويه، بيبقى برون برضو بس الابر ترانك لغايه الليفل اوف ذا نيبلز تقريبا بيبقى اوت سايد البلنس او التيبل، بحيث البيشنت بيبدا الاكستنشن فروم فليكسد بوزيشن. طبعا بدايه من قبل ما ادخل في تفاصيل التست ده باكد على اهميه ان الثيرابيست لازم يكون عارف الاكشن اوف ثوراسيك اكستنسورز كويس، علشان البيشنت اللي بيشتكي من ديفورميتي في الباك اللي هي كايفوتي بوتشر او ثوراسيك كايفوزيس لازم الثيرابيست يقدر يعمل سبيسيفيك سترينثنينج لللمبر اكستنسورز من غير ما يتدخل معاه سوري يعمل سترينس للثوراسيك اكستنسورز من غير ما يتدخل معاه اللمبر اكستنسورز. الاند بوزيشن البيشنت هيعمل اكستنشن لغايه تقريبا الهوريزونتال ليفل، لان الرينج اوف موشن بتاع الثوراسيك اكستنشن بالكتير 10 درجات اكستنشن، يبقى هو بيبدا من فليكسد بوزيشن وينتهي تقريبا عند التيبل ليفل او الهوريزونتال ليفل. بدايه من جريد 3 واحنا نازلين الثوراسيك واللمبر تيست هيبقى في كومباينيشن، يبقى جريد 3 للباك كله سواء ثوراسيك او لمبر مع بعض هيبقى البيشنت بوزيشن برون والثيرابيست مثبت اباف الانكل والبيشنت هيرفع الابر ترانك لفوق، الابر ارم بوزيشن او الابر لين بوزيشن زي ما حضراتكم شايفين بيسايد البودي اوف ذا بيشنت. جريد 2 ده الستارت بوزيشن برون، ضروري لو هيعمل جريد 2 او انا شاكك ان عنده جريد 2 لازم اثبت اباف الانكل. في جريد 2 و1 و0 لازم الثيرابيست يعمل بالبيشن للبارا سباينال ماسلز بالشكل ده. هنا برضو واضح بالبيشن البارا سباينال ماسلز، جريد 2 بيحققها لو هو قدر يعمل بارشال رينج اوف موشن من برون، جريد 1 لو مفيش موفمنت بس فيه كونتراكشن، وجريد 0 لو مفيش كونتراكشن. ده كان التست اوف لامبر اكستنسورز. في تيست تاني حبيت برضو ادي فكره عنه، ما ننساش ان اللامبر اكستنسورز اساسا بوتشرال ماسلز بيكونوا مينلي من تايب 1 ماسل فايبر يعني تونيك ماسلز سلو تويتش فايبرز، مينلي الفانكشن بتاعتهم انديورانس اكتر منها سترينس، يعني يبقى انا يهمني الهولد تايم بتاع العضلات دي اكتر من السترينس اتسيلف. فطبعا في تيست تاني عن الباك ماسلز هنذكر اسمه اللي هو سورنسن لامبر سباين اكستنشن تيست، ده اسس الانديورانس اوف باك اكستنسورز زي ما حضراتكم شايفين منتهى البساطه، الباك بيبقى اوتسايد التيبل والثيرابيست بيثبت اللور ليمب واسك البيشنت تو اليفيت الباك او رايز الباك اجينست جرافيتي ويبدا يحسب التايم بالثواني.
تقريبا المين هولد تايم ممكن يوصل لغاية 140 ثانية في النورمال سبجكت. هنشوف فيديو بيوضح المسل تيست اوف ترانك اكستنسورز. The grades 5 and 4 tests for lumbar spine extension are initiated with the patient prone, hands clasped behind their head. The position of the arms behind the head provides added resistance for grades 5 and 4, compared to having them at the sides for grades 3 and below. The patient extends their lumbar spine until their entire thorax rises from the table. Stabilization for the lower extremities is provided just above the ankles in patients with normal hip strength. If the patient has hip extensor weakness, then stabilization can be provided at the pelvis. Okay, raise your head, shoulders, and chest off the table. Come up as high as you can. And relax. The grades 5 and 4 tests for thoracic spine extension begin with the patient prone with their head and upper trunk hanging off the table from about the nipple line. The hands are grasped together behind their head. The therapist stabilizes the patient's lower limbs at the ankle. The patient extends their thoracic spine to the horizontal. Raise your head, shoulders, and chest to table level. And relax. The grade 3 test for lumbar and thoracic spine extension begins with the patient prone, arms at their sides. The therapist stabilizes the lower extremities just above the ankles. The patient extends their spine, raising their chest so that the umbilicus clears the table. Raise your head, arms, and chest from the table as high as you can. Good, and relax. These tests are similar to the grade 3 test for lumbar and thoracic spine extension, except that the examiner palpates the lumbar and thoracic spine extensor muscles adjacent to both sides of the spine. Individual muscles cannot be isolated. Raise your head, arms, and chest from the table as high as you can. Relax. هنتكلم بعد كده على المسل تيست اوف ترانك فليكسورز. طبعا المين ترانك فليكسور هو الريكتس ابدومينس، ده الاناتومي اوف ريكتس ابدومينس على ناحيه الرايت سايد. نظر المسل معاها اللي هي بتساعدها في الفليكشن الاكسترنال ابدومينال اوبليك والانترنال ابدومينال اوبليك. Grade 5 trunk flexion in patient position بقى نايم supine. ضروري جدا نركز بقى في مواصفات الوضع ده. لما اجي اعمل muscle test abdominal muscles لازم اركز في حاجتين. اول حاجة ان التست يكون specific، يعني specific يعني يشغل abdominal muscles بس، لو في عضلات تانية هتشتغل يكون اقل ما يمكن. يبقى انا عاوز اركز في الاكشن mainly يكون على abdominal muscles بس، يبقى يكون specific action. تاني حاجة يكون سيف تيست، سيف يعني ما فيش فيه اي مخاطر او ضرر على البيشنت. لكن عشان كده نبص في البوزيشن ده نشوف اول حاجة الاكشن البيشنت هيعمله. زي ما حضراتكم شايفين هو بيكون نايم سوباين، بيعمل كيرل اب او
يا دوبك بيقوم الجزء الفوقاني من الترنك لغاية ما الاسكابيولي البوس اسكابيولي كلير السيرفس. يبقى هو بيعمل بارشال سيت اب، ما بيعملش كومبليت سيت اب، ما بيقومش للنهاية ويقعد، لا هو يا دوبك بيقوم نص قومة بس. يبقى البيشنت بيعمل ترانك فليكشن وزاود هيب فليكشن. انا ما يهمنيش دلوقتي، مش عاوز الهيب فليكشنز يشتغل، وخصوصا ان حضراتكم عارفين ان السواس ميجور بتساعد في الترانك فليكشن. يبقى انا عاوز الاكشن مين يكون موجه للابدونال ماسلز. يبقى البيشنت بيقوم نص قومه بس لغايه ما الاسكابولي كلير السيرفيس، والثيرابيست بيتاكد بايده ان هي حصل لها كليرنس. نخلي بالنا ان احنا مش عايزين ليه كومبليت فليكشن. طبعا هو لو قام قومه كامله برضه الابدونال هيشتغلوا في البدايه، بس احنا مش عايزين الهيب فليكشن دلوقتي، لان الهيب فليكشن هيزود الكومبريشن او البريشر على الديسك. فاحنا عايزين نقلل الديسك كومبريشن بقدر الامكان عشان يكون سيف تيست او سيف اكسرسايز. الاكشن ده بنسميه كيرل اب او كرانش، لكن لو هو البيشنت قام قعد قعده كامله بسميه سيت اب. يبقى احنا مينلي عايزينه يعمل كيرل اب، ما يعملش سيت اب. تاني صفه في الوضع بتاع البيشنت دلوقتي، ان البيشنت نايم رجليه مفروده او الهيب اكستندد والني اكستندد زي ما حضراتكم شايفين. هل وضع الهيب بيفرق في الاكشن او الاكتيفيشن اوف ابدومينال ماسل؟ بصراحه ما يفرقش. يعني الابدومينال سواء كانت رجله متنيه او رجله مفروده هتشتغل في كلتا الحالتين. بس وجدوا حديثا بالاي ام جي ان لو انا عاوز اركز في الاكشن على الابدومينال اقلل الاكتيفيشن اوف هيب فليكسورز، يبقى انا لازم اسك البيشنت تو بيرفورم ذيس تيست ويز هيب اكستندد. لو هو عامل فليكشن في الهيب كده انا هزود الاكتيفيشن اوف هيب فليكسورز، والابدومينال برضه هيشتغلوا، بس انا مش عاوزهم يشتغلوا مع الابدومينال، وعاوز الاكشن يكون مينلي منصب على الابدومينال ماسل. تالت صفه في الوضع ده، ان لو لاحظتوا الثيرابيست مش مثبت رجلين البيشنت زي ما قلنا قبل كده في ترانك اكستنشن كان لازم يثبت، لكن دلوقتي في ترانك فليكشن لا مش مثبت، لان تثبيت رجل البيشنت في التست ده او حتى لو استخدمناها بعد كده كاكسرسايز بيزود الاكتيفيشن اوف هيب فليكسورز، واحنا طبعا مش عايزين ده يحصل. يبقى احنا لازم نخلي بالنا، نلخص الكلام ده تاني، ان البيشنت بيقوم نص قومه بس، لازم الهيب يبقى اكستندد، لازم الثيرابيست ما يثبتش رجلين البيشنت. برضو نخلي بالنا زي ما قلنا في الباك تيست باك اكستنسورز، ان البيشنت مش بيشبك صوابعه ورا راسه عشان ما يعملش اكسسيف سيرفايكال فليكشن ويزي سيرفايكال سباين، لا جاست بس بيلمس السايدز اوف ذا هيد. ضروري برضو اعلم العيان لما يجي يعمل التست ده او حتى بعد كده لما يجي يكرره ويستخدمه كاكسرسايز، ان ما يكتمش نفسه اثناء التست. ممكن يعمل بريزنج او توكينج اثناء التست علشان ما يعملش فالزالفا مانوفر، ودي طبعا ممكن تاذي البيشنت لو عنده مشكله في الكارديو فاسكولار سيستم او في البلاد بريشر. طب في حاله لو البيشنت ده عنده ويكنس اوف هيب فليكسورز مينلي الالياكس، لازم الثيرابيست يثبت البيرفيس بالشكل ده. علشان كده لازم الماسل تيست اوف هيب اند نيك فليكسورز يسبق او بريسيد الماسل تيست اوف ترانك فليكسورز، لان برضو لو هو عنده ويكنس اوف نيك فليكسورز هو مش هيقدر يعمل لها ريزنج اجينست جرافيتي، فلازم تبقى سبورتد. يبقى لازم اتاكد قبل الماسل تيست اوف ترانك فليكسورز ان الهيب فليكسورز والنيك فليكسورز كويسين. جريد 4 الابر لين بوزيشن هيتغير وهيقرب للسي او جي، هيبقى الارمز كروزد ان فرونت اوف ذا شيست. جريد 3 الابر لين بوزيشن اتغير وبقى الابر لينبس out stretched above the plane of the body بالشكل ده، كده ال weight of the arm بقى قريب اكتر لل COG. grade 3 و 4 و 5 كان ال description بتاعهم واضح، لكن لو نزلنا ل grade 2 1 و 0 لازم نركز قوي،
في مواصفات كل جريد من دول، لان الثيرابيست لازم يتاكد ان في اكتيف كونتراكشن حصل في الابدومينال ماسلز. طبعا الريكسس ابدومينس البالبيشن بوينت بتاعتها هي بتقع في الانتيريور اسبيكت اوف ذا ابدومينال وول، البوست ريكتاي بيقعوا على الجانب اللينيا البا اللي هي الميد لاين بتوين الستيرنوم اند سيمفيسس بيوبس. في جريد 2 انا ممكن اسمح بتغيير وضع المريض، ان هو بدل ما يبقى كومبليت سوباين بوزيشن ممكن يعمل فليكشن في الهيب والني، يتحول لوضع الهوك لاينج او كروك لاينج بوزيشن. لوضع الفليكشن ده دلوقتي هيريليف التنشن اللي على السوس ميجور ويخليها ليس اكتف، فهيقلل مساعدتها في حاله لو في ويكنس في الابدومينال ماسلز. جريد 2 و1 و0 عشان اتاكد منهم لازم البيشنت يعدي بثلاثه سيكونس. اول سيكونس هطلب منه جاست يرفع راسه من على التيبل او السيرفيس. لو هو البيشنت قدر يرفع راسه وما قدرش يعمل كومبليت كليرنس سكابولي فروم ذا تيبل او بلينث هديله جريد 2. طب لو ما قدرش يرفع راسه خليه يعدي على السيكونس نمبر 2. سيكونس نمبر 2 اللي هو اسيستد فورورد لين، الثيرابيست بيشيل او بيعمل سبورت للويت بتاع الهيد والابر ترانك او الشولدرز بالشكل ده، فبيقلل تاثير الجرافيتي على الجزء ده ويعمل بالبيشن للابدومينال ماسلز. لو الثيرابيست طلب من البيشنت انه يحاول يعمل لينينج فورورد والبيشنت هو بيحاول حصل ديبريشن للريب كيج كده بدي للبيشنت جريد 2. طب لو ما حصلش ديبريشن للريب كيج بس حصل كونتراكشن في الابدونال ماسلز بدي له جريد 1. طب لو ما حصلش كونتراكشن بياخد جريد 0، ولو عاوز اتاكد اكتر بطلعه للسيكونس نمبر 3. سيكونس نمبر 3 اللي هو الكف من نفس البوزيشن اللي فات، هطلب من البيشنت ان يعمل كافينج. طبعا اخلي بالي كثيرابيست ان انا ما اكونش ان فرونت اوف ذا فيس، واعمل بالبيشن الابدومينال. لو البيشنت قدر يعمل كاف وحصل ديبريشن للريب كيج كده جريد 2، لو ما قدرش يعمل كاف وما حصل بس في كونتراكشن في الابدومينال بديله جريد 1، لو ما حصلش كونتراكشن بياخد جريد 0. ده فيديو بيوضح الماسل تيست اوف ترانك فليكسورز. To test for strength of the trunk flexors, the patient is positioned in supine with the lumbar spine flat against the examining table and the lower extremities in extension. During the test, the examiner palpates for a contraction of the rectus abdominis muscle over the anterior aspect of the abdomen just lateral to the midline. The test is graded based on the position of the upper extremities and amount of trunk flexion achieved during the test. Demonstrations of grades 5 through 2 are included in the segments that follow. Mr. Barnes, I'm going to check your abdominal strength. I'd like you to put your hands behind your head. I'm going to ask you to do a partial sit-up, but keep your elbows back. Now I want you to bring your head and your shoulders forward until I tell you to stop. Are you ready? Start. Stop. Good. You can lay back down. طبعا في مستيك بسيط حصل في الفيديو ده، ان البيشنت كان مشبك صوابعه ورا راسه. طبعا ده بيعمل اكسسيف سيرفايكال فليكشن، بيزود الستريس او السترين على السيرفايكال فيرتبري. الاصح طبعا انه جاست تاتش السايز اوف ذا هيد. ده فيديو تاني بيوضح جريد 3 للترانك فليكسورز. So can I have you put your hands behind your head for me?
Good. And just let your elbows rest, relax as far down as elbows. That forces down. Is that okay lying there like that? Yes. Okay. What I'd like you to try to do is to tuck your chin and bring your head, shoulders, and arms up off the table, like you're going to do a sit-up. Good. And come on back down. I'm going to have you just bring your hands right up here. And then let your elbows relax. There you go. And I want you to try the same thing. Tuck your chin and lift your head and shoulders and arms up off the table like you're doing a sit-up. Good. And come on back down. All right. And that time, he almost cleared the scapula, but not quite. But you're just going to reach with your hands down towards your knees. And lift your head and shoulders right up off the table for me, like a sit-up. Great. And come on back down. And that time, he cleared easily. طبعا زي ما لاحظتوا ان البيشنت ده قدر يعمل جريد 3 وما عملش ما قدرش يعمل جريد 4 لان هو في جريد 4 لما غيرنا الابر لمب بوزيشن حطينا الابر لمب كروسد ان فرونت اوف ذا شيست ما قدرش يعمل كليرنس للسكابولي اواي فروم ذا تيبل. تالت تيست هنتكلم عنه النهارده اللي هو التيست اوف ترانك روتيشن أو ترانك روتيتورز. البرايم موفرز بتوع الترانك روتيتورز هما الاكسترنال ابدومينال اوبليك أو ليها اسم تاني اللي هو اوبليكس اكسترنس ابدومينس، والعضلة التانية اللي هي انترنال ابدومينال اوبليك اسمها التاني اوبليكس انترنس ابدومينس. دول المين روتيتورز. طبعا في انذر ماسلز صغيرة في الباك بتساعد في الروتيشن زي روتيتورز زي مالتي فيداي زي الانتر ترانسفيرز جروب اللي اتكلمنا عليهم قبل كده في ترانك اكستنسورز. كل العضلات دي بتعمل روتيشن في الترانك لو حصل فيها يوني لاترال كونتراكشن ناحيه الاوبوزيت سايد ما عدا الانترنال ابدومينال اوبليك بتعمل روتيشن توورد السيم سايد. نخلي بالنا برضو ان الاكسترنال ابدومينال اوبليك قلنا قبل كده ان هما بيساعدوا في ترانك فليكشن وكمان بيساعدوا في الترانك سايد بيندنج او لاترال فليكشن وكمان بيساعدوا في البلفيك اليفيشن. جريد 5 ترانك روتيشن ناحيه الليفت هسمي روتيشن بالناحيه اللي البيشنت هيروح ناحيتها يبقى ليفت ترانك روتيشن جريد 5 هيبقى نفس البوزيشن اللي شرحناه في ترانك فليكشن هيبقى البيشنت جاست تاتش سايدز اوف ذا هيد بالشكل ده وهيلف. طبعا في الحاله دي مش هيعمل كليرنس للبوث سكابولي هيعمل كليرنس للسكابولا واحده اللي هي ناحيه الكونترالاترال سايد يعني لو هيلف ناحيه الشمال يبقى هيعمل كليرنس للرايت سكابولي اواي فروم ذا بلينث. الرينج اوف موشن تقريبا 45 ديجريز لغاية ما يعمل clearance of contralateral scapula. ده grade 5 right trunk rotation نفس الكلام. الثيرابيست بإيده ممكن يتأكد إن في contraction في الاكسترنال أو الانترنال اوبليك. الصورة بتوضح البالبيشن في external abdominal oblique. تاني حاجة في جريد 5 لازم أخلي بالي قوي إن البيشن ما يعملش سبستيتيوشن زي ما حضراتكم شايفين عن طريق البكتوراليس ميجور ماسل. المفروض البكتوراليس زي ما أخدنا قبل كده بتعمل هوريزونتال أدكشن في الشولدر فلازم يكون الشولدر أو الأبر لمب هوريزونتال وما عملش أي هوريزونتال أدكشن في الجلينو هيومرال جوينت عشان ما يحصلش ميس انتربريتيشن للجريد أوف ذا ماسل تيست. جريد 4 نفس البوزيشن بتاع جريد 4 اللي كان في ترانك فليكشن اوف ابر ليمب الارمز تبقى كروست ان فرونت اوف ذا شيست. جريد 3 البيشنت بيقوم والابر ليمب بوزيشن اوت ستريتشد ابوف ذا بلين اوف ذا بودي ده الليفت ترانك روتيشن. The right trunk rotation. Grade 2
لو حصل او البيشنت قدر يحقق بارشال رينج اوف موشن بديله جريد 2 من نفس البوزيشن. الثيرابيست لازم يعمل بالبيشن كويس للاوبليكس. طبعا الاوبليكس الاكسترنال اوبليك بتقع في الانترو لاترال ابدومينال وول بين الريبس والالياك كريست. الانترنال ابدومينال اوبليك تحتها بشويه. لازم الثيرابيست يتاكد برضو هل حصل ديبريشن في الريب كيج ولا لا عشان يديله جريد 2. جريد 1 بوزيشن اوف ذا بيشنت هيختلف شويه، هيبقى الارمز بيسايد البودي بالشكل ده، والثيرابيست هيسهل على البيشنت انه يرفع الهيد والشولدرز والابر ترانك بالشكل ده بحيث يقلل تاثير الجرافت شويه ويعمل بالبيشن للترانك روتيتورز اللي هم الاكسترنال وانترنال ابدومينال اوبليكس. لو حصل contraction without movement هياخد grade 1، لو ما حصلش contraction يبقى هياخد grade 0. ده فيديو بيوضح right trunk rotation grade 5. To perform the gravity resisted test for the trunk rotators, the patient is positioned in supine with the lumbar spine flat against the examining table and the lower extremities in extension. During the test, the examiner palpates for a contraction of the external abdominal oblique muscle over the anterolateral aspect of the trunk. The test is graded based on the position of the upper extremities during the test. Demonstrations of grades 5 through 3 are included in the segments that follow. Mr. Barnes, I'm going to check your abdominal strength. I'd like you to put your hands behind your head. And when I ask you to, I want you to bring this shoulder over this hip, like so. Are you ready? Start. Good. Relax. طبعا في اتنين مستيك حصلوا في الفيديو ده. اول مستيك زي اللي حصل في الفيديوهين اللي فاتوا، ان لازم في جريد 5 ما يكونش البيشنت مشبك صوابعه بيهايند الهيد عشان ما يزودش فليكشن في السيرفايكال سباين ويعمل سترين او ستريس على السيرفايكال فيرتيبري. تاني حاجه، لازم الثيرابيست ما يكونش مثبت لور ليمب في حاله الماسل تيست اوف ترانك روتيشن زي ما اخذنا في الماسل تيست اوف ترانك فليكشن. ده فيديو تاني للليفت ترانك روتيشن جريد 3. طبعا الثيرابيست هيجرب ويشوف البيشن بيقدر يعمل انهي جريد، ففي النهايه البيشن ده هيستحق جريد 3. Can you take your arms, stretch them out here for me, so like right out in front of you like that, and I want you to reach with both hands over toward this knee and lift your shoulders up a little bit off the table as you do. Can you do that? Mm-hmm. Okay, do that for me. Reach over with your hands. Good. And come on back down. Very good. Okay. I'd like you to try it, putting your arms crossed up over, hands right up here, and relax your elbows down. Okay, and this elbow is going to reach down toward this knee. Okay, so can you lift your head and shoulders up off the table and reach down toward that knee? Good, come on back down. بكده احنا شرحنا المسل تيست اوف ترانك فليكشن، ترانك اكستنشن، ترانك روتيشن. في اذر تيستس فور ترانك ماسلز هنتعرض ليها بسرعه. اول حاجه اللي هو التيست اوف بيلفيك اليفيشن او هيب هايكنج. البرايمري ماسلز ريسبونسبل فور بيلفيك اليفيشن هي الابدومينال اوبليكس والكوادريتس لامبورم. كان زمان بيعتقد ان الكوادريتس لامبورم هي العضله الاساسيه اللي بتعمل بيلفيك اليفيشن او هيب هايكنج، حديثا اتضح ان الاكسترنال والانترنال ابدومينال اوبليك هما البرايمري ماسلز اكتر من الكوادريتس لامبورم في الاكشن ده. سكندري ماسلز لاتيسمس دروساي واليو كوستاليس لامبورم. البيشن بوزيشن بيبقى نايم سوباين
والثيرابيست اسك البيشنت انه يعمل ريزنج للبلفس ناحيه الريبس، والثيرابيست بيدي ريزيستنس للبيشنت، بيعمل هولدنج لور ليمب ويشد اللور ليمب عكس اتجاه الحركه كانه بيعمل تراكشن، ويعمل جريدنج للبلفيك اليفيشن. طبعا في سبستيتيوشن ممكن تحصل في المسل تيست ده، هو اللي هي الترانك لاترال فليكشن تو اوبوزيت سايد. طبعا الثيرابيست لازم يتجنب السبستيتيوشن دي. في اذر تيست للترانك ماسلز اللي هو الكور تيست. الكور ده موضوع مهم جدا سواء في حالات الأرثوبيديك او البيدياتريكس او النيورولوجيكال. الكور ستابيلتي او كور سترينث او كور انديورنس من الحاجات المهمه جدا سواء في الاسسمنت او تريتمنت. ففي تيست اسمه برون بلانك تيست اللي هو بالشكل ده، البيشنت بيرفع البودي ويرتكز فقط على التوز والفور ارم والالبو بالشكل ده. طبعا التيست ده بيشوف الانديورنس بتاع الابدومينال والترانك اكستنسورز، هل الانديورنس ده كويس ولا لا. المفروض الجريد 5 في التيست ده لو البيشنت قدر يعمل هولد لغايه 120 ثانيه. التيست الثاني في الكور تيست هو السايد بريدج انديورنس تيست بالشكل ده، البيشنت بقى نايم سايد لاينج ويرفع البودي ويرتكز فقط على الالبو والفور ارم وعلى الفيت. طبعا ده موجه مينلي للكوادريس لامبورم والاكسترنال ابدومينال اوبليك. ممكن برضو يشوف الاكشن او في عضلات تانية ممكن تساعد في التيست ده اللي هو اللور ابدومينال بورشن واللونجسيمس ثوراسيس واللمبر مالتيفيدس. ميزه التيست او الوضع ده ان بيعمل ليس كومبريشن على اللمبر فيرتبري، مفيش اي فليكشن حصل في اللمبر فيرتبري او اللمبر ديسك. الثيرابيست بيطلب من البيشن يعمل محاولتين ويشوف الهولد تايم بتاع البيشن قد ايه وياخد البيست اوف both recordings. المين سكور للمين ممكن يوصل ل 95 ثانية. التست الثالث في الكور تيست هو التايم ديبارشال كيرل اب تيست. هنا بشوف عدد الريبيتيشن للابدومينال ماسلز. البيشنت بيبقى نايم هوك لاينج او كروك لاينج بوزيشن، بيبقى الهيب فليكسد والني فليكسد، وهو نايم سوباين. الشريط الاولاني او التيبل على الارض ده بيكون التيبس اوف ذا فينجرز واصله للشريط الاولاني. الثيرابيست بيلزق شريط تاني بيبعد عن الشريط الاولاني تقريبا مسافه 12 سنتي لو البيشنت ده عمره اصغر من 45 سنه، لكن لو هو اكبر من 45 سنه بتبقى مسافه بين الشريطين 8 سنتي. ويطلب من البيشنت ان يعمل ريبيتيتيف كيرل اب. طبعا ده بيبقى بسرعه معينه، بيستخدم حاجة اسمها مترونوم وبيظبطه بحيث يعمل 40 بيت بير مينت، والبيشنت يمشي مع الصوت بتاع المترونوم عشان ما يزودش السرعة ولا يبطأ، تكون السرعة ثابتة. لازم في الستارت اوف ذا تيست لازم يكون اللو باك يكون فلات. الماكسيمم ريبيتيشن في التيست ده لو نورمال ممكن يوصل ل 75 ريبيتيشن. التست اللي بعد كده في الكور تيست اللي هو ايزومتريك ترانك فليكسور انديورانس تيست. البيشنت بيبقى قاعد اللور ليمب ستابلايزد، احنا اتفقنا ان الابدومينال او الترانك فليكسورز ما يفرقش معاهم اللور ليمب فليكسد او ستابلايزد، بس هي الفكره ان كده الهيب فليكسورز هيشتغلوا كمان، بس في كلتا الحالتين الابدومينال بتشتغل. البيشنت في البداية بيبقى ساند ظهره على ويدج بتبقى الزاوية بتاعة الباك مع التيبل تقريبا 60 ديجريز. بعد كده بنبعد الويدج ده او الباك سبورت دي، والبيشنت نطلب منه انه يحافظ على زاوية ال 60 ويعمل هولد ونشوف هيقدر يستحمل لغاية قد ايه. المفروض لو البيشنت النورمال رينج لو عمره من 18 ل 55 سنة ممكن المين هولد تايم يوصل ل 178 ثانية هولد في الترانك فليكشن. التست اللي بعد كده في الكور تيست اللي هو فرونت ابدومينال باور تيست. ده بيقيس الباور. باور يعني حاجه متعلقه بالسرعه. الانيشال او ستارت بوزيشن اوف ذا تيست البيشنت بيبقى نايم سوباين او هوك لاينج بالشكل ده. الفيت ممكن تبقى فيكسد مانيوال او باي سترابس.
البيشنت بيمسك ميديكال بول تقريبا وزنها 2 كيلو، بنطلب منه وهو ماسك البول والارمز اوفر هيد يقوم يقعد ويحدف الكوره ان فرونت بوزنها التقيل ده اللي هو 2 كيلو. المفروض النورمال رينج الديستانس بتوين الفيت والمسافه او المكان اللي هتقع فيه الكوره توصل من 1.5 ل 2 متر عشان يبقى نورمال رينج. التست اللي بعد كده في الكور تيست اللي هو يونيلاترال سوباين بريدج تيست. البيشنت بيبقى نايم هوك لاين ويعمل بريدجنج باي لاترال، وهو عامل بريدجنج يعني وهو رافع البلفس لفوق بيعمل ستريت ليج ريزنج في وان لور ليمب. اهم حاجه يحافظ على البلفس هوريزونتال، والتست ده مهم جدا للاسسمنت اوف لامبو بلفيك نيوروماسكولار كنترول. بطلب من البيشنت يعمل 2 ترايلز واخد الافريج بتاعهم. الافريج فور من تقريبا 23 سكند، ممكن الماكسيمم يوصل ل 1 مينت هولدنج. السايد بريدج ده من التمارين المهمه جدا اللي نقدر نشوف بيها الباك ستابلايزرز. في انذر تيست ممكن تستخدم في الكور زي كوادريبيد ويز اوبوزيت ارم اند ليفت، اوبوزيت ارم اند ليج ليفت دي، واللانج تيست واللاترال ستيب اب تيست. دي كلها تيست مهمه جدا للكور. طبعا هل كده احنا قلنا كل المصل تيست في الترانك؟ لا، في طبعا انظر مصل موجوده في الترانك مش هنتطرق ليها حاليا، اللي هي مصل تيست فور ريسبيراتوري ماسلز سواء انسبيريشن او اكسبيريشن. دي ان شاء الله تاخدوها في الراوند بتاع الكارديو ريسبيراتوري، والماسلز اوف بلفيك فلور هتاخدوها في الراوند بتاع الجاينيكولوجي ان شاء الله. دي المين ريفرنس بتاعتنا من تكست بوكس. ودي الارتكلز مينلي اللي اتكلمت على وصف البوزيشن بتاع الترانك فليكشن ماسل تيست. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.